As we are gathering في حين أننا نجتمع في جنيف في المنتدى العالمي للاجئين ونتناقش حول حقوق اللاجئين والنازحين حول العالم، من المفجع أن نرى أن هناك انتهاكات للقانون الدولي الإنساني تحصل في قطاع غزة الآن. نحن نعلم أن هناك حوالي 2 مليون شخص محصورين في رفح، مدينة رفح الصغيرة. هم يعيشون في ظروف لا إنسانية وليس لديهم أي ملاجئ على الرغم من البرد والأمطار. هم يفتقرون للأدوية والغذاء ويتم تجويعهم. هم يفتقرون للسلع الأساسية، ولقد سمعنا تقارير عن أشخاص يحفرون مراحيض في خيامهم ويعيشون على مقربة من هذه المراحيض. الوضع مفطر للقلب، ومن الصعب جدا أن نعلم أن هذه الأمور تحصل في هذه الأثناء ونحن نتحدث عن القانون الإنساني الدولي والحقوق الأخرى للاجئين. لوضع حد للمجاعة في فلسطين، نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم، وثانيا نحن بحاجة إلى رفع الحصار وإعادة فتح نقاط العبور إلى داخل قطاع غزة. ويجب على حكومة إسرائيل أن تحترم التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، فعليها أن تؤمن سلامة المدنيين في غزة وتأمين المياه والأغذية، وأيضا ضمان توفير ظروف العيش اللائقة. لا يمكننا أن نشدد بما فيه الكفاية على أهمية وقف إطلاق النار الفوري والدائم. موظفين في غزة أجبروا على الفرار عدة مرات من أجل إنقاذ أرواحهم وأرواح عائلاتهم، وفي هذه الظروف من شبه المستحيل أن يؤمنوا المساعدة الضرورية لسكان غزة. وثانيا نحن بحاجة إلى رفع الحصار. نحن بحاجة إلى إعادة فتح كل الحدود من أجل السماح لدخول المساعدات إلى غزة. وفي أوكسفام لدينا شحنة عالقة على الحدود منذ عدة أيام، ومن الصعب جدا بالنسبة لنا أن ندخل إلى قطاع غزة. بدون هذين الأمرين، وقف إطلاق النار الفوري ورفع الحصار، سوف يكون من المستحيل بالنسبة لنا لأن نؤمن المساعدة للأشخاص في غزة. مهما كانت كمية الأموال ومهما كان الدعم من المجتمع الدولي، لن نتمكن من إيصال المساعدات للأحياء في غزة.